مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ حبيت بس هيك اذكركم بهذا الفيديو القصير انه بكره الانتخابات، وحابب اقول انه في 26 حزب و1126 مرشح. كمان بامكانكم تصوتوا وتصوت لشخص ثاني اذا ما رح يقدر يروح، كاخ كصديق لإلك. طبعا هو لازم يوقع لك على الورقه انه انت او هو موافق على انه انت تصوت له، و طبعا رح يكون معك انت الورقة اللي اخذتوها مشان التصويت، وهو كمان كذلك الامر، بس فيك تصوت عنه. بكرة في بالمكاتب المدارس بالبلديات فيكم تروحوا تصوتوا، ما في اي مشكلة. والانتخابات رح تبدأ بين الساعة 7:30 للساعة 9 بالليل، اوكي؟ يعني ببلشوا 7:30 وبيخلصوا الساعة 7 المساء، وبتطلع النتائج بشكل غير رسمي، وتاني يوم ان شاء الله بتطلع النتائج بشكل رسمي. تحياتي لكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وتصبحون على ألف خير.